الأخ خالد السبيعي، تفضل أخوي خالد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعطيك العافية أخوي أحمد. الله يعافيك، يا هلا مرحبا. أسمعك على القوة إن شاء الله. الله يقويك، تفضل أخوي خالد. شكرا على البرنامج الحلو. طول لي عمرك، تفضل. حبيت إني أشرح لك الموضوع بالنسبة حق الأكل الفاسد والمطاعم الثانية اللي هي العالمية والمشهورة. نعم. يعني بس إحنا قاعد نسمع ونقرأ بالجرايد إنه مسكها وشمبان ومسكها وما أدري شنو، بس ورا هذا كله منه؟ ما حد عارف. هل جابوا أحد يوم من الأيام حاسبه؟ طبعا لا. نعم. هل صار شيء قدام العالم والعالم اقتنعت ان المطعم هذا مضر حق عيالنا وشبابنا وبناتنا؟ طبعا لا. هذه مشكلتنا، انه يمسكون الاغذيه الفاسده بس ما يمسكون من اللي يملك هذه الاغذيه، من يملك او من يدخلها او من يستوردها. نعم. احنا ضايعين على قولتهم، مو عارفين يعني احنا منو ورا الموضوع هذا كله. يعني وايد في مطاعم عالميه ومشهوره وكذي تحصل في الاغذيه الفاسده. وين الخلل اخوي خالد من وجهه نظرك؟ وين تحس الخلل موجود في هالموضوع؟ مسؤوليه وين؟ يعني ما في مسؤوليه. المسؤوليه تقع على منو من وجهه نظرك؟ والله بصراحه وجهه نظري تقع على الوزير نفسه، يعني وزير مثل وزير الصحه او وزير التجاره والصناعه، يعني هو مختص بالامور هذه. نعم. يعني انا اكتشفت شغله ولا شفت شغله اشوف ابحث وراها، مو والله ماسكين لي 50 طن والله عرضوا بالجريدة أوكي، وبعدين لازم يسوون لهم شيء عشان شنو يكون عبر حق غيرهم. أكيد أكيد طوفوا عن هذا، غيره راح يستمر فيها. أكيد مثل ما قلنا إحنا نحتاج إلى قوانين وتشريعات صارمة. كل الشكر لك أخوي خالد السبيعي على هذه المشاركة.